ومعنا من مدينة كوفنتري البريطانية مدير مرصد حقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي. يعني ما هي آخر المعطيات حول بداية التفجيرات التي سمعت بالعاصمة السورية دمشق؟ نعم، صباح الخير. طبعا هي مخلفات جيش الإسلام الذي انتقل من دمشق إلى عفرين في العام 2018. كان هناك مستودعات ذخيرة بها كميات كبيرة في مزارع العام في مدينة دوما جرى تفجيرها أو يجري تفجيرها من قبل النظام، الأمر الذي اعتقد البعض بأنه هو انفجار في دمشق العاصمة نتيجة شدة الانفجارات الواقعة نتيجة تفجير مستودعات جيش الإسلام الذي ترك سلاحه وسار إلى عفرين. هذا بالنسبة لما جرى في الغوطة الشرقية في محيط دمشق. نعم، فيما يخص الاستهداف الإسرائيلي لمرفأ اللاذقية، يعني هذا المرفأ الذي من 3 أسابيع تقريبا تعرض أيضا لضربة إسرائيلية، ولكن قوة الصوت الذي حصل أو الناتج عن هذا الاستهداف دفعت بالكثير من المحللين بأنه يعني هذا لأسلحة، استهداف لأسلحة وصواريخ من شدته. ما المعلومات المتوفرة لديكم؟ بشكل قطعي نحن نشرنا بأنه حاويات ذخيرة جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهذا الانفجار الذي وقع فجر هذا اليوم هو أشد يعني من الانفجار السابق، وحتى قبل قليل كان هناك الحرائق، يعني إذا تم إطفاء الحرائق قبل قليل قبل نحو نصف ساعة كانت الحرائق مستمرة في ميناء اللاذقية. الخسائر المادية عدا عن الخسائر العسكرية هي كبيرة جدا، أي أن هناك محاولة إسرائيلية لخنق مناطق النظام يعني ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا. وهنا يعني دعينا نقول ونتحدث بصراحة، أين روسيا؟ لماذا روسيا منعت النظام السوري وحسب ضابط بالدفاع الجوي؟ هم ممنوعون من استخدام صواريخ الS-300 وكانت قادرة على إسقاط الطائرات الإسرائيلية. وأيضا روسيا يوجد لديها أكبر قاعدة عسكرية في سوريا وهي في مطار حميميم على بعد 15 كيلومتر من مكان الاستهداف. روسيا غير مسيطرة على ميناء اللاذقية، روسيا هي مسيطرة على ميناء طرطوس. هل الاستهداف الإسرائيلي للحاويات التي كان يوجد فيها سلاح وتدمير الحاويات التجارية الأخرى بجانبها هو بضوء أخضر روسي من أجل سيطرة روسيا على ميناء اللاذقية؟ أعتقد هذا يعني تحليل منطقي لكي تتجرأ إسرائيل وتستهدف يعني رصيف الحاويات أو ما يعرف بمنطقة الحاويات في ميناء اللاذقية وتدمر الحاويات التي يوجد فيها ذخيرة وتدمر الحاويات التجارية التي بجانبها. طب هل من ضحايا مدنيين أو جرحى نتيجة استهداف مرفأ اللاذقية؟ لا يوجد يعني ضحايا مدنيين بشكل قطعي، نؤكد بشكل قطعي هناك استهداف لحاويات ذخيرة هذه المرة لا نعلم المرة الفائدة. كنا نعلم بأن هذه الحاويات كانت تلك الحاويات كانت إيرانية وكانت في طريقها لإعادة شحنها باتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن هذه المرة الحاويات التي دمرت هل هي تابعة لإيران؟ هل هي تابعة للنظام؟ جاءت من روسيا أو جاءت من منطقة أخرى؟ لكن بشكل قطعي ليست مثلما قال النظام هي حليب أطفال وهي نسكافيه في المرة الفائتة، وهذه المرة هي حليب أطفال، لا هي حاويات ذخيرة. وكل من يعيش في اللاذقية سمع شدة انفجار تلك الحاويات، ليست إطارات أيضا مثلما ادعى إطفاء اللاذقية. طيب يعني رامي، يعني حسب هذه الاستهدافات الأخيرة كيف تقرأ تواليها؟ يعني ليس هنالك مدة زمنية كبيرة بين الاستهداف والآخر. دعيني نفيك سرا، يعني أمس كنا نعمل على نشر الحصيلة الإسرائيلية للعام 2021 وكنا نتناقش يعني هل ننشرها الآن أو ننتصر بآخر العام، لأن إسرائيل سوف تستهدف الأراضي السورية وهي لم تترك الأراضي السورية إلا واستهدفتها بشكل شهري عدة مرات. إسرائيل الآن هي لا تهتم لأحد، هي استهدفت التراب السوري وفقا للإحصائية التي سينشرها المرصد غدا من القنيطرة على الحدود مع الجولان المحتل وصولا إلى البوكمان واليوم اللاذقية وأمس حما وحلب وحمص، أي كامل مناطق النظام تستهدف. ولكن هذه المناطق التابعة للنظام رامي، هل كلها يعني فيها مخازن أسلحة وصواريخ؟ تقول إسرائيل أحيانا وأحيانا أنتم كمرصد ومعلومات أخرى بأنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.
يعني تابع لإيران وحزب الله اللبناني، والذين قتلوا من عناصر الفائتة. استهدفت منطقة الدير علي أحد المستودعات التابعة لحزب الله، كان هناك انطلاق صواريخ الدفاع الجوي من منطقة السويداء، جرى استهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلية وقتل جندي من الدفاع الجوي. نعم، إذن رامي عبد الرحمن مدير مرصد حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.